مترو في ليلة الميلاد عن حلب، حلب المنتصبة كسنبلة تنتصر على الألم، حلب التي تتعانق مآذنها وأجراسها تحت صوت السلام، حلب الشاهدة على الماضي والحضارة، حلب عين سوريا وقلبها الذي قاوم المخرز، حلب الإبداع الذي يقاوم الإرهاب ويصنع الأمل، حلب فن الموسيقى والغناء الذي يسطح فوق صوت الحرب والموت، حلب سواعد جنود سوريا وصرخات أمهات تغلبن على الحقد بالحب، حلب الوتر والصوت يقاومان المدفع. أرحب بكم أعزائي المشاهدين على قناة الميادين من العاصمة اللبنانية بيروت في هذه الحلقة الخاصة بليلة الميلاد، وأرحب أيضا على متن مترو بالموسيقي الفنان شادي نجار مؤسس وقائد أوركسترا صبا في حلب، وأيضا بالفنانة نورة محفوظ التي يعني هي صوت الأوركسترا. أهلا بكما معنا اليوم. بداية يعني جيت من حلب، كيف تبدو حلب اليوم في هذا الزمن، زمن الميلاد وزمن الحرب أيضا؟ أول شيء كل عام وانت بخير بمناسبة عيد المولد النبوي وبمناسبة عيد الميلاد، وأكيد لكل الأشخاص اللي عم يسمعونا بقول لهم إن شاء الله تكون سنة خير، وشكرا لاستضافتك لنا. أكيد في دمعة حزن بس في دمعة فرح، في دمعة حزن على الكم الهائل من الشهداء اللي تقدموا على مذبح المدينة، وفي دمعة فرح أكيد لأنه عنا إيمان أنه الانتصار والنصر صار كتير قريب من مدينة حلب ومن سوريا، هذا إيماننا. بس بالأخير وقت نترك المدينة لنكون سفراء وبالأخص على قناة الميادين، أنا بظن هذا الشيء شرف لألنا ووسام لألنا. سنتكلم عن حلب والموسيقى في حلب وزمن الحرب في حلب والمفهوم، مفهوم الإنساني لما حصل في حلب. قبل ذلك دعونا يعني نعرف المشاهدين عليكم كأوركسترا صبا، كفنانين موسيقيين، أوركسترا تشكلت في هذا الزمن. أبدأ معك شادي وأيضا أستمع إليك نورة. هلأ يعني من عمق الألم ومن رحم الحزن، أنا عندي إيمان أنه ممكن أنه الإبداع ينوجد، وهذا الشيء مو بس بمدينة حلب أو بسوريا، هذا الشيء أثبت على مر التاريخ. أول شيء مقام الصبا هو من المقامات الوحيدة الذي يبدأ بنقطة ولا ينتهي بنفس النقطة، وهي رمزية لألنا أو كناية لألنا بأنه واقعنا ما قبل الحرب، نحن كشبيبة في مدينة حلب لن نسمح أن يكون واقعنا بنهاية الحرب نفسه تماما، لا، هذا الموضوع بده يتغير، هذا الموضوع في شيء جواتنا بده يتغير، وردنا نعبر هذا الشيء عنه من خلال موسيقتنا، من خلال حضارتنا، من خلال ثقافتنا، لنقول انه بحلب ما عم نوصل نحن رساله انه حلب بخير، لا، حلب حزينه، حلب جريحه، حلب متالمه، لكن لن نسمح ان يتوقف نبض الحياه في مدينه حلب. هي الرساله الاساسيه في اوركسترا صبا. نعم، استمعنا لماذا صبا. نورة، كيف تأسست صبا؟ أول شيء كمان نفس الشيء أنا بيسعدني أن أكون معكم. أوركسترا صبا تأسست بهمة شبيبة من قلب، من واقع حلب، رايدين أن يعملوا شيء بموسيقاهم بثقافتهم، يعبروا عن شيء اللي عايشينه، عن الأمل إن كان بالحزن. نحن بنعرف إنه الغناء والموسيقى بتعبر عن كل الأحوال، إن كان بالفرح وإن كان بالحزن، إن كان بأي حالة من حالات الإنسانية. الفرح هو دايماً بيذكرنا إنه أنا موجود، أنا موجود، لو في حزن أكيد أنا جاي. يعني في مثل حلبي أنا رح أقوله، ما بعد الضيق إلا الفرج. أوكي، الموسيقى بتعبر عن الضيق بنفس الوقت تعبر عن الفرح. صحيح. عندما تقولين تنتصر حلب، شو قصدك؟ تنتصر على الحرب والألم وما مرت فيه كمدينة خلال 6 سنوات ماضية؟ تنتصر أول شيء على رغبة البعض بإحباط الأمل الموجود بحلب، تنتصر على اليأس، تنتصر على الـ يعني ما بعرف شو ممكن رح نسميه، بس يعني تثبت نفسها حلب مثل يعني هلا برغم يعني من بدايات، من زمان حلب اقدم مدينه في التاريخ، مزبوط، وهي مؤسسه حالها ورغم الظروف اللي عدت، ويمكن يعني كثير في اشياء
وظروف كانت بالحرب او كانت يعني عدنا عليها كثير، ما بعرف انا يعني ما راح احكي كثير تاريخ، بس صار في كثير حروب، شهدت احداث كثيره جداً يعني جدا مستمره ومستمره، انه وحروب. اكيد اكيد مو بهالدقيقه هي راح توقف حلب عندها، راح تستمر وراح تستمر وراح نثبت هالشيء كلياتنا احنا الحلبيه مع العالم ان شاء الله. ان شاء الله. شادي يعني حدثنا أكثر عن أعمال صبا، يعني كفترة زمنية تأسست منذ قدي تقريبا، يعني كم سنة صار لها؟ يعني تقريبا من حدود سنة ونص. سنة ونص، ماذا قدمت؟ على أي مسارح؟ هل اقتصر العمل على داخل حلب؟ عرفنا أكثر عن أعمالكم ونشاطاتكم. هلا هي أكيد من سنة ونص بدأت بالتوزيع وبدأت بكتابة النوت وجمع أمهر العازفين الموجودين في مدينتنا. قد صار عددهم بالاوركسترا؟ بحدود ال 18 شخص، هلا يتراوح زائد ناقص حسب، في بعض المقطوعات بتطلب نوع الات، في بعض المقطوعات الى اخره. من سنه ونص بدات بكتابه النوتات والتوزيع الموسيقي الاخص لهالاوركسترا، وبالعام 2017 رح بيكون في عنا بالشهر الثاني لازم يكون بطرطوس، الشهر الثالث في الشام، بيرجع بتحضر بروجرام جديد وبنعمل حفلات بحلب وبلاد. بالاخير هي الاوركسترا وقت بلشت فيها مع اكيد مع اخي الاب فادي نجار اللي هو اذا بتقولي صاحب الفكره بانه نقدر نعمل هذا الموضوع، هذا الموضوع رح يكون دوري، هذا موضوع تحدي لواقع الحرب بكل بساطة بموسيقتنا وبحضارتنا وبثقافتنا، مقاومة عبر الموسيقى يعني. تماما. طب دعونا قبل أن نكمل الرحلة نشاهد معكم مشاهدينا ومعكم أيضا ضيوفنا جزء من أعمالكم على مسارح حلب. عودة لإكمال الرحلة مشاهدينا، يعني بالفعل المشاهد مؤثرة بالرغم من كل الدمار، بالرغم من كل الحرب والواقع الأليم في حلب، المتلقي ما زال مصمم على الحضور وعلى الاستماع والاستمتاع بالموسيقى. شادي، لأنه هو بحد ذاته مصمم على أن يبقى، مصمم تماما، الشعب الحلبي مصمم تماما أنه هالحرب لازم نخرج منها أكثر قوة وأكثر أمل. عندنا إيمان بحلب أن الموسيقى تستطيع أن تزرع الأمل من جديد. هذا الموضوع يعني خط أحمر بالنسبة لحلب والموسيقى، هذا الموضوع يعني كثير هام عنا اياه. وبكل الحفلات اللي عم تنعمل عدد هائل من الحضور عم بيكون موجود، لا عم بيخاف من الهاون اللي دائما عم ينزل علينا، ولا عم بيخاف من الصواريخ، ولا عم بيخاف من القنابل المتفجره، بيعرف تماما انه هو رايح يشتري تيكت، رايح ياخذ تيكت ويروح على المسرح ويحضر، لانه بيعرف تماما قد ايه الموسيقى ممكن تغني الروح وممكن تزرع الامل من جديد. نورا، هذا الواقع فقط في حلب ام في كل المحافظات السوريه؟ هلا لا شك ان المواطن السوري عنده الامل دائما، بس بيختلف من محافظة لمحافظة بكمية أو بقدر، ما رح أسميها معاناة، الظروف الصعبة اللي عدى فيها. هلأ لكل محافظة ظروف صعبة عدت فيها هالمحافظة شكل عن محافظات أخرى، يعني كل المحافظات قدمت تضحيات لا شك فيه، إن كان بالشباب إن كان هذا واجبنا أولا وأخيرا. بس حلب يعني مثلا انا بقول انه لو صار هذا الشيء بغير يعني لو ما حصل في حلب حصل في مدينة اخرى، هذا تماما هذا بقصده. يمكن كان كثير ناس تركت المدينه،
في بديل ثاني، في بديل محافظة ثانية، بس حلب بالأخص يعني هي منبع، يعني هي منبع ما في بديل، ما في بديل لها. يعني ربما الحلبي أدواته أدوات المقاومة عنده، المقاومة يعني بالحزن، وأيضا أدواته بالفرح هي موسيقية بحتة، يعني أدوات التعبير إن صح التعبير. يعني حلب مضطرب، يعني هذا هي المقولة. أوكي، هي يمكن نحن ناخذ أحيانا هيك، بس هي ما جتنا عباس، أنا هيك بقول. ما بعرف. فينا يعني شادي، تطرقت نورا لما حصل في مدينة حلب. اليوم المشاهد العربي عم يحضرنا، المشاهد العربي في كل العالم العربي، في فهم إنساني، يعني في فهم إنساني من موسيقي وفنان لما جرى في حلب. كيف تصف ما جرى في حلب؟ ما جرى في حلب جريمة بكل معنى الكلمة بحق الإنسان. اللي صار بحلب حرام حرام. الشعب السوري والشعب الحلبي بالذات ما بيستاهل هذا الشيء اللي صار. شعب بيحب الفرح، شعب بيحب الحياة، بيحب السهر، شعب يؤمن تماما انه لغة الحضارة ولغة الثقافة ممكن تتجسد بالموسيقى، مش بتتجسد في الحرب. ما لازم كان شيء يصير هذا الشيء اللي صار بحلب. بس بالاخير يعني عندي إيمان إنه شو اللي صار؟ شو الصعوبات؟ يعني أنا ابنة مدينة حلب وأعرف ما حصل. يعني المشاهد العادي اللي بيشاهد الدمار وكذا ممكن أن يرى يشاهد، لكن ما بيعرف اليوميات الصعبة تبع المي والكهرباء. اشرح لنا شو صار بالضبط. من سنة لليوم ما في شيء اسمه كهرباء، هذا موضوع منسي نهائيا. من سنتين لسنة كان في كهرباء بس بحدود الساعتين في اليوم. طب الموسيقي كيف بيعزف بلا ما الصعوبات الهائلة اللي... اوكي، كيف بتسجلوا اغاني؟ اوكي، من خلال امبيرات. بالاخير الامبيرات عدد محدود وكثير غالي بالنسبه للمواطن الحلبي، لانه نحن لسه ما قدرنا نتقبل فكره وجود الامبير. فكره هذا الموضوع كان كثير غالي، ولحد هلا في عالم ما عندهم امبيرات، لانه في كثير ظروف معيشيه خنقت الشعب الحلبي. ومع ذلك بنشتري المازوت لحتى نعمل حفله. التيكيتات والاعلانات والدعايات، هذا كله موضوع جدا مكلف، ومع ذلك رح نعمل الحفله. ما في صعوبه ما مرقنا فيها، ومع ذلك رح نعمل الحفله. الشعب الحلبي حضوره للحفله ليقول نعم رح نعمل الحفله. في مين عم يدعم؟ في مين بيعرف تماما انه شو الموسيقى بتعمل بالمواطن الحلبي؟ كيف بتطيره من الحرب؟ كيف بتطيره من الحزن؟ ليرجع على بيته ويفيق تاني نهار ويروح على شغله الساعة 8 و9 الصبح تحت الهاونات. الطالب عبروه على مدرسته تحت الهاونات، الموظف عبروه على شغله تحت الهاونات وبده يروح. هي بكل بساطة حلب عانت الشيء اللي أنا بعتقد ما بعرف هل هو يعتبر ثالث أصعب حصار في العالم من بعد عكا ولا من بعد لينينغراد ولا ما بعرف يعني، بس مع ذلك شعب حي. نعم نورا، هل يمكن أن نسمع تحية لحلب؟ اسمك يا شهبة؟ يمكن جداً جزيلاً. واسمك يا شهبة، يا شهبة انكتب مجد حضارة، حضارة وأدب. اسمك يا شهبة، يا شهبة انكتب مجد وحضارة، حضارة وأدب. والعز انسكب عدراجك يا حلب، والعز انسكب عدراجك يا حلب. تاريخك سطور محفورة بالذهب. يسلم هالصوت. شادي، مع ذلك أحيانا يعني نسمع بعض الملامات إنه العالم تقتل
العالم مدري شو، وفي ناس عم بيغنوا يفرحوا وكذا. صح. شو بتردوا على هال؟ ما بيحبط، ما في إحباط يعني بيتولد جراء هذه الأقاويل؟ هي لك شغلة، هي مفهوم كل شخص للحياة يختلف عن شخص الآخر. الحياة رح تستمر، وفي كثير بلدان عانت من هالحروب، شفناها كيف نهضت من جديد واستمرت من جديد. طبعا نسمع ملامات، نسمع من ناحية تانية بنسمع كثير أشخاص إنه بيقولوا لنا إنكم زرعتوا أمل جديد فينا. ما في حدا كامل، وأكيد بنحترم كل الآراء، وما كل الآراء مثل بعضها، بس الموضوع إنه الحياة رح تستمر بحزنة وبألمة وبفرحة وبشهداء، رح تستمر الحياة. نعم. دع الموتى يدفنون موتاهم، وخلي الحياة تستمر، لأنه هالشهداء اللي قدموا حالهم على مذبح هالمدينة قدموا لحتى نحن نحيا مش لحتى نموت. والموسيقى هي إحدى أدوات الهامة للمدينة تحيا من جديد بكل بساطة. هذا الرد لكل شخص بيقلنا ما معقول تعملوا موسيقى والمدينة عم تموت. لا، مدينة على فراش المرض، لكن المدينة رح تبقى عايشة. وأنتم بكل بساطة، وأنتم تزرعون بذور السلام، ما هيك؟ يعني أكيد نسمع على بذور السلام. أوكي تفضل. أيها العالم الكبير، احمل قلبك.
بكم من جديد مشاهدينا. الرحلة مستمرة هذه المرة عن حلب وموسيقى حلب وفن حلب وما يحصل في حلب من موسيقى وفن وأمل في ظل الظروف الموجودة. نورا، هل الموسيقى تحافظ على القيمة الإنسانية للفرد في ظل الظروف القاسية؟ أول شيء بس إذا بتسمحي لي بدي أشير أنه الغنية اللي قدمناها هي من كلمات جوليانا جبلي وألحان شادي نجار وغنائي. ونرجع للسؤال، أكيد الأغنية تحافظ على القيمة الإنسانية وتوعيد، لأنه هي بالأصل الموسيقى والغناء هو بالأصل الإنسان اللي أبدعهم، والرقي الإنساني هو اللي هو يعني كل ما ارتقى الإنسان كل ما بتطلع الموسيقى، يعني بقمة رقي الإنسان هي تترجم بالموسيقى، إن كان بالعزف إن كان بالغناء إن كان فليست يعني تعيد وتجدد، مو بس تعيد، أكيد. نعم شادي، ما قدمته حلب للتراث الموسيقي الفني يعني كبير جدا، ليس فقط للمنطقة بل للعالم كله. صح. واستثمرت كل الحضارات الكبرى اللي مرت عليها وكل الأحداث أيضا. اليوم في ظل هذه الأحداث، هل استوعبت حلب هذه الأحداث ووظفتها واستثمرتها يعني لإيصال رسالة الموسيقى بالشكل الصحيح؟ يعني هل قدمت الحدث عبر الموسيقى؟ ببداية الحرب لا، ببداية الحرب كان في صدمة كتير كبيرة عند الكل، ما عرفني شو عبصير، ما عرفني ليش هيك عبصير، في شيء جديد عم نعيشه. هذا موضوع أثر على كل المجالات، مش بس موضوع الموسيقى. يعني من بعد 2012 وقت بدأت تشتد الأمور في حلب، بال 13 و 14 بلش نستوعب تماما أنه نحن قدام طريقين، يا أما نحن رح نستمر بهيدي الحرب وبدنا نقول للعالم أنه لا، الشعب الحلبي بالذات هو الشعب رح يتحدى، يا أما أنه كان مفروض أنه ننزل للهوية. طلعنا شوي من الصدمة، بلشنا نتأقلم بهذا الموضوع بكل المجالات. بسنة 2012 و13 يعني ما كان في لا كان في كهرباء ولا كان في أمبير، قضيناها على الشمع. لا كان في مشكلة كتير كبيرة إنه نقدر نعمل أي موسيقى أو نقدر نعمل أي شيء، لكن مع استمرار الوقت واستيعابنا للكف اللي أكلناه واستيعابنا للصدمة اللي أكلناها، لا أنا بظن صرنا نقدر نعرف تماما أنه الموسيقى هي دواء، صرنا نقدر نعرف تماما أن الموسيقى قادرة أن تزرع أمل جديد برجاء متجدد بحياتنا. ومن هون بلشت الحفلات تشتد وأكثر. وعلى فكرة بدي أقول لك شغلة ريحان، هالكم الهائل من الحفلات اللي انعملت والمسابقات الموسيقية اللي انعملت على المسارح بآخر سنتين في مدينة حلب، صدقيني من عملت بزمن اللاحرب، زمن السلم، زمن السلم من عملت أبدا، سواء على المسرح سواء موسيقى مثقفة وتحاكي الروح، سواء موسيقى إذا بدك حتى غير مثقفة وتحاكي الجسد، كل أنواع الموسيقى اشتدت زيادة بهذا الزمن. ما بعرف يعني أنا يمكن أنا لو ما عايشين نحن بالحرب ولو ما عايشين بهذا الزمن ما بعتقد بقدر أحكيكي أكثر مصداقية، بس في شيء غريب، في شيء غريب، في حاجة أكبر. ما بعرف ربما لا مع أنه يعني الموسيقى في حلب يعني أغاني حلب تتغنى، يعني الحجار بتغني بحلب، طبعا مرحلة بتغني، نعم وأكثر هلأ، لكن بزمن الحرب الأعمال اللي عملت على المسرح بشهادة كثير عالم من عمل هيك، لكن ما شكلها، ما شكل الفن الذي ينتج خلال الأزمات وخلال الحروب؟ هل هو يعني حزين؟ لا
لا لا أم لا هو ابدا بالعكس هو فن ابدا ابدا ما هو حزين، هو فن يعبر عن واقع امل عم ننتظره ورايدينه. حتى تخيلي انه في مواهب جديده ظهرت ببرامج عملناها على المسرح. نعم، برنامج ذا فويس أليبو المستوحى من البرنامج الهولندي، طبعا تابعناه على مواقع التواصل الاجتماعي. تمام. ونضيء ايضا على فكره انه الفن في حلب يصل الى الجميع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. تمام. انت كنت احد حكام هذه المسابقه. تمام. حدثنا عنها. يعني استمرت بحدود الثلاث سنين. بأول سنة كان في إقبال ما توقعناه نهائيا أنه عم تنعمل مسابقة وبهذا الزمن الحرب. بالزمن الثاني صار في شريحة كتير 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 كبيرة بحلب قدمت، يعني عدد هائل قدم ونعمل كاستنج ونقبل منهم. هذا كله تحت الصواريخ وتحت الهونات، مواهب جديدة طلعت كيف ما بنعرف على المسرح تقدمت. كانت تجربة كتير رائعة لأهل حلب، وحتى أنا سمعت إنه بغير محافظات بدأوا ينفذوها. الشيء اللي عم تعمله بحلب، الشيء اللي عم بيصير بحلب، صار غير محافظات عم تجرب هي كمان تعمل هذا الشيء. شو كانت الأهداف والنتائج لهي المبادرة؟ يعني على فكرة أقول لك شغلة ريحان، الفويس ذا فويس والأليبوكا تالنت، هدول كلهم وبرامج رقص دانسينج وذ ذا ستار، هدول كلهم هالبرامج كلها انعملت آخر سنتين باشتداد الحرب بحلب. عم بقول لك كم هائل على المسرح صار، نحن ما كنا متوقعينه، بس بالاخير تحدي. انا ما بقدر اقول غير انه هذا تحدي. خلص كل الشبيبه عندها اعتقاد، عندها فكر انه نحن واحد من تنتين، بقينا بحلب ما بقينا لحتى نقعد بين اربع حيطان، بقينا بحلب لحتى نحن نضل مش انه نقول للعالم تعوا يا عالم حلب ما فيها شيء، لا ابدا. لن نسمح بأن يتوقف نبض الحياة في حلب، لن نسمح. هذا موضوع خط أحمر بقرار من كل شخص من بيناتنا، بقرار هذا غير قابل للنقاش وغير قابل أبدا لأنه حدا يجرب يقولنا أنه يعني أكثر من هيك ما في. شو يعني؟ نعم. ولو كان بلا كهرباء وبلا شيء، أستمع إليك. أنه قرار أقلية يمكن، يعني نسبة لكل شعب، أنه عدد سكان حلب أنه لا يستهان فيه. لو كان أقلية أنه هالأمل موجود أو هالإصرار أو هالقرار موجود، بس معدي بشكل غريب. يعني وقت أنا شوي بيأس أو بحس أنه لا، مو أنا طبعا شخصيا، بشكل عام بحس أنه أنا شوي لا، أنا ما بقدر أنا أتأقلم مع هيك أوضاع، فأنا ببعد شوي، بشوف رفيقي رفيقتي جاري هني عم يقدروا، وأنا كمان رح أقدر، بطلع إبداع جديد وهلما جرع. يعني حب الحياة عدو. طب دعونا نرحل إلى حلب لنشاهد زمن أعياد الميلاد هناك. وصل حلب، مترو يسأل أهالي هذه المنطقة وأبناء هذه المدينة بشكل عام. ليلي في حلب. هلا بتحسني تقولي إنه بين العيدين اللي نحن نعتبرهم عيد المولد الشريف وعيد ميلاد السيد المسيح المجيد ولدت حلب، يعني مثل ما لك شايفة رجعت الأعياد هون، رجعت العالم تقعد هون، عم يرفعوا أكبر شجرة تحت بالساحة، العالم تنشطت، الموسيقى شفنا كذا جوقة طلعت لهنانه وطلعت للقلعة، ورجعت العالم كلها مثل ما بيقولوا ولدت من جديد، انحيت من جديد بهذا الشهر. في فرحة إنه نحن رجعنا موحدين، وإن شاء الله الأيام الجاية أحلى. وفي يعني هالمرة أربع سنين حاولنا نعيد، هلأ عم نعيد أكثر من قلبنا. بهجة وفرحة وسلام، وإن شاء الله كل سوريا، عقبال كل سوريا. خد من الياقوت والتفاح. فرحتنا مو مثل كل سنة، كنا دائما زعلانين، وضع كان عنا شوي صعب بحلب، بس الحمد لله هالفترة صار عم السلام عنا شوي بحلب بشكل يعني واضح طبعا، ومثل ما انكم شايفين، وان شاء الله كل سنة هيك ضل. رغم الحرب السنوات الماضية تم فيك اجواء طربية ولو هيك يعني بسيطة، او ولو
مثل ما بقولوا ما كتير ظاهرة يعني، بس موجودة وفي حفلتها اللي رح تصير بالعيد، وعم نسمع ومضل نسمع صباح فخري وما بعرف يعني ما انتهى الطرب واستمر. يعني بالفعل مدينة حلب لا يمكن أن تستسلم، يعني هيك بتضلها فرحانة وسعيدة بالرغم من كل شيء. شادي، القيمة الإنسانية والحضارية للموسيقى في مدينة حلب، يعني موسيقى حلب تحديدا طرب ومشحات وقدود، أين هي اليوم في حلب وفي العالم؟ تمام، قالك شغلة، بحلب الصغير قبل الكبير يعشق الموسيقى الحلبية، يعشق تماما التراث الحلبي. هذا الموضوع انشغل كثير عليه من قبل اجدادنا، من قبل ابائنا، من قبل لبين وصلنا نحن لهون، لحتى ما نقدر ببساطه تجي حرب تنسف هذا الموضوع. التراث موجود، نحافظ عليه، منجرب ننقله بامانه للاجيال اللي بعدنا. وهذا الموضوع بغض النظر عن نوعيات الموسيقى الاخرى اللي بتظهر بحلب، لكن هذا التراث هو خط احمر، مو مسموح ابدا اي حدا يجرب ينتقص من قيمته، او يجرب انه يعمل موسيقى جديده وبالتالي يثر او 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 يروح التراث. التراث موجود، قيمته موجوده ومحفوظه، ورح ننقله بامانه للاجيال القادمه مثل ما نقلوا لنا اياه بامانه للاجيال السابقه. يعني هل نقل بامانه؟ لم يضاف عليه اي شيء؟ لم يعني يتم تطويره؟ نقل كما هو. وانا بدي اعرف اذا بدنا ننقله للجيل اللي بعدنا ماذا سنضيف عليه من هذا الزمن؟ هلا لك شغله ريحان، هي وجهات نظر موسيقيه. بعض الفنانين جربوا ينقلوا التراث بطريقه فيها موسيقى جاز، فيها موسيقى غربية، فيها موسيقى، جربوا ينقلوا. هي كلها وجهات نظر موسيقية ويجب أن تحترم كل وجهات النظر الموسيقية. بغض النظر أنا عن موقفي الخاص، ما بعرف إذا بقدر أحكي عن موقفي، بس بنحب نستمع طبعاً. يعني أنا موقفي الخاص، أنا ماني كثير مع أن الشخص يلعب بالتراث. ما كثير مع هذا الموضوع. هلا أوكي، منبطئ السرعة شوي. بس ما عمل توزيع جديد لعدد من الأغاني التراثية؟ مو أغاني تراثية، بقدر مقطوعات تراثية، يعني ألحان موسيقية، مش وقت تكون مغنات. يعني بعطيك مثال، بآخر حفلة عملناها بالأوركسترا صبا، مثل بنت الشلبية، هي من التراث. انعمل توزيع للموسيقى، ما كان في غناء معها. وقت بيكون في غناء معها، أنا ماني ضد، أنا ماني مع إنه نلعب كثير وبالتالي نروح من جمالية الصوت ومن جمالية الكلمة. لكن عملت بطريقة غربية، عملت بطريقة وجهة نظر ثانية، لأنه كانت فقط موسيقى. ربما الصوت، يعني نورا عندها وجهة نظر أخرى بهذا الموضوع. هلا أكيد الأداء بيختلف من شخص لآخر، كل واحد إذا ما ضاف شيء من حاله، شيء من روحه، شيء من صوته، شيء من طبيعة صوته، يعني ما بضل في إبداع، بصير شيء جامد. فبالنهاية واحد ما يلعب بالتراث ما يشوهه، يعني تراث تراث، يعني كلياتنا معجبين فيه ونعشقه أكيد، بس إنه ما نشوهه. أوكي، بيضيف واحد شيء جديد، ممكن يعني له تجاربه بس ما يحوله أو يغيره. في بعض الشبيبة، بسألك شغلة، في بعض الأشخاص، في بعض الشبيبة إنه بيقولوا إنه التراث رتمه بطيء، بيقولوا إنه التراث ما عم بيعاصر موسيقى التكنو اللي هي بتحبها الشباب، فعم بجربوا يدخلوا مع موسيقى شوية تكنو كذا. أوكي، بمرحلة معينة ممكن الشبيبة شوية تستوعب الموضوع إنه التراث ما حابينه، لكن صدقيني لك شغلة، هذا الموضوع في حلب ما في صغير. أنا وقت كنت صغير ما كنت أحب، هو صراحة ما كنت أحب التراث، يعني حتى لكون صادقة وريح ضميري، ما حدا بيتقبل في حلب أنك تلعب له بتراثه، يعني الكل عنده هيدي النرجسية فيما يخص التراث. هل نستمع للتراث؟ إيه، رح ممكن نعمل شيء. حتى في بعض الأشخاص ممكن تنقد أنه عم تغني التراث مع بيانو، انه عاده التراث بتقدم مع قانون عود. انت بس ما بدك تلعب بالصوت، بس بالموسيقى بتحب تغير، يعني هيك تاخذ حقك. طبعا بس الصوت تفضل. انا حبيت العب. هل أسمر اللون؟ هل أسمر عني؟
لك نورة، شكرا لك شادي، عن جد يسلم الصوت والتراث هيك حتى لو على البيانو له وقع غريب يعني في نفوسنا. غير كل هذه الموسيقى يعني الحديثة وأيضا التراثية في حلب، في موسيقى دينية متمثلة في الموسيقى الإسلامية وأيضا الموسيقى الكنسية. صحيح. وأنت طلب منك في العام الماضي من قبل وزارة الثقافة في سوريا توزيع موسيقي وكورالي لعدة مقطوعات إنشادية إسلامية بمناسبة عيد المولد النبوي. صحيح. الذي يعني مر منذ أيام قليلة علينا هذا العام أيضا، وإن شاء الله يكون مبارك على الجميع، وأيضا الميلاد قريب وأنت قائد جوقة كنسية أيضا. حدثني عن التجربة، عن الموسيقى الدينية في حلب. قال لك شغلة ريحان، أول شيء كان شرف كتير كبير لألي، كان شرف كتير كبير لألي أني أشتغل بمجال توزيع جديد كورالي وموسيقي لهالمقطوعات أو الأناشيد الإسلامية. ما تتخيلي موضوع هو منه سهل، انه على مقام الرصد، ولا ما بدي احكي كثير اكاديمي، الناس كثير بتهمها الموضوع، بس بمقام الرصد ومقام البيات ومقام الصبا، انك تجربي تعملي توزيع كورالي، وانك تجربي اصوات ولاول مره تدخلي اصوات بنات ان كان سوبرانو او التو او الات غربيه بهالنوع من المقطوعات. انا كان عندي تخوف شديد وقت نقيب الفنانين استاذ عبد الحليم حريري دق لي تليفون وقال لي، نقيب فنانين بحلب، قال لي انه شادي نطلب منك هذا الموضوع، جاهز او لا؟ قلت له جاهز. رجعت على البيت على برجوف، انه شو الكلمه اللي اعطيته اياها؟ من شو الخوف شادي؟ خوف، لانه طلبهم كان واضح، بدهم رؤيه جديده لهذا الموضوع. وقد لا يتقبل الناس. برافو عليكي. يعني احدى الكومنتات اللي انا كثير عنت لي وقت عملنا العمل على المسرح، مسرح النقابه، وتقدم كثير اجى كومنتات، بس احدى اهم الكومنتات قالت لي، قالوا لي التعليقات، شو هالجرأة اللي خلتك تأظهر هالمقطوعات بهالطريقة؟ شو هالجرأة؟ شو هالجرأة؟ معناتها في أشخاص أكيد ما تقبلت هذا الموضوع. أين كانت الجرأة؟ الجرأة بأنه لأول مرة بتجربي بتدخلي أصوات نسائية على هذا النوع من المقطوعات، ولأول مرة بتجربي تدخلي أصوات آلات غربية بهيك نوع من المقطوعات، وبمقام الرصد ومقام النكريز ومقام البيات، انك تعملي هارموني اربع اصوات او ثلاث اصوات والربع الشرقي موجود تماما. هذا الموضوع كان ايه؟ كان جرأة موسيقيه وكان جرأة دينيه. لكن انا بعتقد صار في كان في قبول جدا رائع لهذا الموضوع، وهذا كثير اسعدني واغناني، اغناني التعمق بهيك نوع من المقطوعات اغناني. صح انا صار لي 20 سنه ونورا معنا اكيد بجوقه قديسه تريزيا، اكيد انا كثير بوجه لهم تحيه. هلا انتم اصغر شوي من هيك، 20 سنه لكم بتغنوا من 92 اكيد، يعني جوقه سانت تريزيا من 92 بلشنا فيها بعدكم شباب يعني. تمام اكيد. مع ابا سام اتشي، واول ما بلشنا فيها مع ابونا فادي نجار. 20 سنه عم بشتغل ضمن دومين الكنيسه وضمن دومين الموسيقى الدينيه، واني اجي اشتغل بضمن الموسيقى الدينيه الاسلاميه، هي كانت رمزيه انحكى فيها تحت الطاوله. يعني ما بعرف انا اذا بقدر احكي بشكل اوضح من هيك، معش ما دام عم بيحكوا بلغه الاعلام السيء، ما دام عم بيحكي بلغه طائفيه سلبيه، انا بدي اجرب
رد عليهم بلغة طائفية لكن إيجابية، أنه شخص مسيحي يشتغل بمقطوعات دينية إسلامية بهالزمن اللي رايح للتطرف أكثر، هذا دليل كتير كبير على أنه حلب بخير. هي صورة حلب. وقت قال لي استاذ عبد الحليم وقال لي شادي انت رح تشتغل بهذا الموضوع، كان في رمزيه كثير واضحه انه نحن بحلب هذا التاخر اللي نحن عايشينه، كنا قبل الحرب كنا نروح على الجامعه، كنا نروح لك ما بنعرف شو انتمائه الديني، هذا شو انتمائه، ما بنعرف شيء نهائيا ابدا. وما زالت عبر الموسيقى يعني حلب تعبر عن هذا الرائع. التآخي تماماً. الموجود في المدينة، حتى في أشخاص كمان من بيشتغلوا في 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 الأمور الدينية المسيحية وهن من مسيحيين. هذا موضوع رمزية موجودة في حلب، ما بعرف يعني هذا كسبناه. نعم. وما رح نسمح أنه يروح، هو من هوية المدينة يعني التي لا يمكن أن تتغير. نحن للأسف وصلنا إلى ختام هذه الرحلة. أمنياتك نورة في يعني في هذا العام المقبل لحلب ولكل العالم العربي؟ لا شك أتمنى الصحة والسعادة والخير للجميع، ولكن أولا وأخيرا السلام والمحبة، يعني السلام والمحبة مع بعضنا لحتى نقدر نعيش مبسوطين لازم نعيش بسلام، لازم نكون في يعني هيك ما بعرف، الله يكبر لنا هيك قلوبنا وعقولنا لقدر نستوعب بعضنا كلنا ونسعى لحياة أفضل مع الله الآخر. أكيد الآخر. رغم اختلافه بكل الظروف. نعم شادي، في ليلة الميلاد ماذا تقول لحلب والعالم العربي؟ قال لك شغلة، صار لي 4 سنين وين ما بشوف بناية عالية بجرب بطلع عليها لحتى أشوف قلعة حلب. يا رب هيك ببداية 2017 إنه لا أروح على قلعة حلب أوقف فيها وأشوف كل البنايات. صدقيني كل من يخرج من المسجد وكل من يخرج من الكنيسة منشدا أو مرتلا ما ممكن إلا أن يخرج بموسيقى مليئة بالإحساس. هي الموسيقى التي تحاكي الله، هي الموسيقى اللي نحن نسعى أن توصل للناس، وهذا حال معظم أبناء حلب. وربما لذلك بيقولوا شو السر يعني حلب أم الطرب، ربما هذا هو السر. تمام. شكرا لكما، نستمع إلى موسيقى، ولكن قبل ذلك الشكر لكم مشاهدينا، الشكر لكل من شاهد هذه الرحلة معنا من بيروت ولكن أيضا من حلب، وإن شاء الله الأمن والأمان لكل العالم العربي ليس فقط حلب يعني، وإن شاء الله الموسيقى تعلو على صوت كل المدافع اليوم وغدا وإلى يعني الأبد. شكرا لكم مشاهدينا، تفضل. بشرت بغير الخير وخلاص الخليقة، وبشرت ب
بالسلام وعدك السلام. قلت لهم يا ربي أخلك سامح شعبي يا نبع المحبي وحدك ساكن عينك عوطنا.